مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. دونك كما تشوفوا باش نحكيو تويكا على فواياج نتاع ليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي على الدراسه العام لبرا من تونس. فما اللي يحب يمشي عادي في اسطنبول ولا كيف كيف معناتها اسطنبول معها بورصه. دونك تلقاو اوتيل كات اتوال في تقسيم اللي هو في قلب البلاد، مع الفول مع ترانسفير مع دوز اكسكورسيون غراتويت من هداء ليبرتا فواياج. دونك للناس هنا اللي تحب تمشي تعمل سكي وتمشي نقولوا احنا السياحه الشتويه في تركيا، الرحله هذه باش تكون من نهار 29 ديسمبر حتى نهار 4 جانفي، 1,899 دينار بعد ما كانت زملين و199 دينار، وراهو الفول على تركيش ايرلاينز. اما الناس زاد باقي نحكيو على الناس اللي عندي راس العام برا من تونس يحبوا يعدوا المره هذه في جنوب الهند وسريلانكا، الجو اكثر معناتها هكا سخون، ينجموا حتى يمشوا يعوموا يتمتعوا بالطبيعه غاديكا. الرحله هذه فيها الفول فيها ترانسفير فيها اكثر من اوتيل، خاطرش عندي 8 ايام في الهند وثلاث ايام في سريلانكا، معاها 3 اكسكورسيون من اهداء ليبرتا فواياج. الرحله باش تكون من نهار 26 ديسمبر، معناتها مازال لكم كان اليوم بخاسك اذا كان معناتها اخر موعد تنجموا تحجزوا فيه. دونك من 26 ديسمبر تروح ان شاء الله نهار 6 جانفي، الرحله ب 5 ملايين و 950 دينار. فما زاد رحله اخرى، ما هذه الرحله باش تكون في عطله مارس. دونك الناس تحب تمشي تعوم في مارس يمشيوا لكاب فيغ في الافريك. دونك فيها الفول فيها ترانسفير فيها اوتيل 4 ايطوال معاها ديني سبيكتاكل تراديسيونيل، معناتها تلقاو عشاء في برشا جو في حاجات ماكله تقليديه نتاع البلاصه هذه. الرحله هذه باش تكون نهار 16 مارس نهار 23 مارس، الرحله ب 5 ملايين 980 دينار، تدفع 980 دينار ومن بعد 5 ملايين تقسمها على 5 اشهر. اكثر معلومات على رحلات هذم الكل تتصلوا بال 71 90 56 56 ولا ال 20 782 782 والا 29 400 957 والا الباج فيسبوك نتاع ليبرتا فواياج. تدخل على الفيسبوك تكتب ليبرتا فواياج تخرج لكم الفيسبوك الباج فيسبوك نتاعهم، تلقاو لي بوبليكاسيون اللي فيهم لي زادغيس، تلقاو لي ديستيناسيون لي دات لي مود دو بايمون. زاد كيف كيف ما ننساوش لو سيت ويب نتاع ليبرتا فواياج على جوجل، تدخل تحط ليبرتا فواياج يخرج لكم لو سيت ويب اللي فيه التفاصيل الدقيقه اللي تنجم تفيدكم باش تاخذوا اي معلومه تخص ليبرتا فواياج اي سي فواياج. يعطيكم الصحة على البنات. دونك احنا تويكا باش نرجعوا بحذا للشيف واستناو لو روبريك نتاع البنات. اش تحبي عندنا؟ اش تحبي عندنا؟ تضربي ضربة غادي وتجينا هنا. تفضل يا سيدي. يا سيدي ما نفوتوك بشيء، احنا في خاطر السادة المشاهدين. دونك بعد ما ذوبنا السكر مع العظم مع الزبدة جاء وقت السكر فاني. سكر فاني سمارت شيف. جاء وقت فارينة الفارينة سبيسيال جاتو من عند وردة. ديما نقولوا فارينة سبيسيال جاتو علاش نستعملوها في البسكوي؟ باش تعطينا حاجة خفيفة وهشوشة، ما تجيش هكا البسكوي يبدا كاسح ومكبد. صحيح. ديما اعرفوا واش تختاروا من أنواع فارينة. هذاك علاش أنا نختار سبيسيال جاتو وردة اللي معاشرتني في كل وصفاتي، وأنت شفتها الخدمة نتاعي كيفاش تطلع ناجحة. راهو ماهوش جوست روسيت، راهو اختاروا لي برودوي الباهين. أنا هذه النصيحة اللي ديما نقولها، اختار منتوج باهي وروسيتك تنجح أكيد. بلوس شوية تكنيك والبقية ما في حتى شيء إلا معناها تدوير يد وتحريك. بوكيس يقول المنتوجات الباهية تعطينا كوجينة باهية. أكيد. ترجمة. أكيد. أنا موافقته يرحمه وينعمه على طول الخط. والله العزيز من أحسن. تدلل الحويجة تدلك. فوالا، دلل الحاجة تدلك، فوالا، أنا نمن بها. والحاجة كي تعطيها منتوج باهي إلا وتعطيك حاجة ممتازة. ألوغ أنا هوني حطيت أرطل فارينة سبيسيال جاتو وردة، هي اللي باش تخدم لي البسكوي نتاعي كيما تشوف فيه، بسكوي متناسق وشباب، وجوست من بعد نحلو ونقعورو ونعملو دي كانولي، هما اسمهم كانولي كيما لي كانيلوني، لكن لي كانيلوني يجيو مالحين ولي كانولي هما حلوين. سي اون فيرسيون سكري. تو المره هذه باش نعملوا لا فيرسيون ريفيزيتي، المره الجايه نعملوا لاسلينين اللي بالقوطه مرياح وبالقليان وفيهم معناها نوع اخر. هذو كان قربوا لهم شويه رمضان، على خاطر تعرف الحاجات هذوما في رمضان بنان برشا. الو هوني عندي بابي الومنيوم، نقصوا الورقه نقصها في اثنين باش نلف فيها البابي كويسون اللي باش نلهوثو باش نعمل به الفورمه اللي باش تعطيني القنوط نتاع الكانولي.
ناخو هوني بابي كويسون قصيتو ريكتانجل كيما هكا نقول مربعات نسخي روحي مستطيلات هذيك هي نجي نعمل دي ريكتانجل هكايا باش ما يتحلوش وقت اللي نلف فيهم نجي ونلفهم في الالومنيوم هو اللي يشدهم في يكبس عليهم فوالا يسيريهم صحيت يخليهم لي قنوطات هكايا هما اللي باش نلف عليهم العجينه نتاعي نكبسها هكا ونكبسها من الحرف هكا هما قلت لكم راهو يتباعوا قنان حاضرين باش يخدموا بهم كل سوسوا المقلي خاطر ما نجموش نقليو بهم نجموا نعملوا بهم في الكوشه لكن للقليان الاحسن يكونوا الاصليين اكل لينوكس موجودين اينوكس عند جي باب رو دو لافاليت تلقاوهم كل ما يخص الباتيسري الميناجير والا الاندستريال يخصهم الكل معناه كل اللي تحبوا تعملوه راهو موجود غاديكا كسوا ماتيريال والا ماتيغ بروميير. الوغ هنايا تشوفوني كيفاش عملتهم قنينطات قنينطات توا من بعد نوريكم جست كيفاش باش نحل الورقه اذا كان تسمحوا من بعد ايوب نوريكم بعد نكمل القنط هذوما نوريكم كيفاش باش نلف على الورقه وكيفاش التكنيك نتاع اللفان على الورقه. ملا فيما حضروا القنوطات هذوما نرجعوا لك لكن قبل خلينا نشوفوا هالميني بريك اللي باش تعملهم اختنا فاتر العصيري بالبات الفرشكه اخترنا زاده فرينه ورده سبيسيال جاتو باش نعملوا البات هذه وانا صغير شاف امي ديما نعمل بسكوي بنفس الحكا اما ساعات يجيني باهي ساعات يجيني خايب انا مغروم بالكوجينه من وانا صغير وديما تقول لي وليدي ما اليد ما عليهاش قياس هي طلعت الفرينه ما عليهاش قياس كل مره نبدل النوع توا صحيح ما عادش تعدى عليك صغير كنت صغير بلاش طويل دونك نكملوا مع اختنا فاتن قلنا هلا الميني بريك اللي باش يمشيو مع شربه التورت ميش هذه شربه نسمعوا بها برشا يمكن برشا منكم سمعوا بها لكن كيفاش تعمل هاو اليوم نعطيكم سرها انا طيبت اللحم تاع الميني بريك لحم مفروم حطيت فيه شويه زيت شويه زبده وبصله جيده وشويه معدنوس قليتهم وخليتهم يبردوا توا باش كي نخلط بالجبن ما يذوبش توا اونتر تو باش نحضر البات هالبريكات الصغيرونات باش نحط شويه ملح هوني وباش نخلط الفرينه اللي تلم الكريم فريش هكايا نتبعها بشويه حتى اللي تتلم اون بول ونخليها ترتاح ومن بعد نوريكم كيفاش نحلهم لفيها الخميره لحد شوي حتى شوي كريم فريش شويه ملح وشويه فرينه الفرينه اللي ورد. تتلم اون بول هكا نتبعها بشويه ونخليها ترتاح دخلوا ديكم هكا على خاطر باش ما تقعدش تتلصق يلزم حتى تولي فريمون ما تتلصقش بعد تشد روحها ما تتلصقش بالكل فوالا هكايا ترتاح شويه طبعا بعد نحلها نوريهم كيفاش باش نعبي الكعبات بريك صغار ونقليهم باهي برشا نحضروهم للشرب الشامبينيون هذاك شنو قلنا هذاك شامبينيون بصل عملته للدجاجه للدجاجه من بعد باش نقدموه معاه مع الدجاجه باهي برشا انا الحقيقه نحب الشامبينيون دونك سوا شامبينيون باري سوا البلوغوت ولا موجود في تونس نجمو نلقاو البلوغوت تو حتى في المراكز التجاريه ولا في لي مارشي تلقاو انواع نتاع شامبينيون مزيانه برشا ونافع برشا شامبينيون ليكم ولا للصغيرات. عملت البصل اون لا مي هذاك غاديكا وحطيت معاه زيت وزبده زيت وزبده خليته يتقلى يحمر هكاك وفوحته ملح وفلك يعطيك صحه حاجه بسيطه برشا نجموا نودوا بها عائلتنا احنا نكملوا نعجنوا البات نخليوها ترتاح ومن بعد نرجعوا لكم نشوفوا الفاسوناج نتاع هلا الميني بريك اللي باش تحضرها اختنا فاتن العصيري. فاطمه هنا راجعين لكم. ميرسي لي شيف الوغ نرجعوا لغوبريك نتاع صافي من الاولى. كيما استانسوا بيك وبيا فاطمه الساده المشاهدين بغوبريك عجيبه غريبه وكيما استانس حكيم زاد المخرج بغوبريك عجيبه غريبه اليوم باش نهزكم برشا بلايص وباش تسمعوا برشا عجايب وبرشا غرايب. نبدا لكم اول عجيبه غريبه باش تجينا من النرويج. ايش عندهم في النرويج يا فاطمه؟ عندهم قانون يمنع منعا باتا استعمال الكلاكسون الزماره نتاع الكرهبه في الحياه العاديه للكرهب وللناس العاديين. يقول قايل علاش حتى لي زومبيلونس وحتى سيارات نتاع المطافي زاده كيف كيف ممنوع عليهم الا فريمون في الحالات القصوى والقصوى جدا. دونك اي عبد يعيش في النرويج دونك انتردي عليه ولا انت ماشي تعيش في النرويج ولا عندك فواياج للنرويج دونك انتردي سي ستريكتومون انتردي انك تستعمل لاكسون سينو تعرض روحك لمساءله قانونيه توصل غرامه ماليه. يقول قايل فاطمه علاش هذايا؟ على خاطر بالنسبه للنرويجيين انه استعمال الكلاكسون يثير حاله رعب بين بقيه السائقين على الطريق. دونك الناس الكل غادي مستانسين بالكلم احنا مش في زمر
احنا في اي حاله الكلاكسون لازمكش تباخته يولي ما عادش يعرف شو ينزل. بالحق احنا في تونسيس نستعملوا الكلاكسون فاطمه ساعات بالحق انت تبدا ماشي فيك انت تتمهمش انت على ساقيك تبدا ما عادش عارف وين تحط ساقيك تلمون زمامر زمامر ورا بعضهم يا ربي هزنا للنرويج. نمشيو مع بعضنا العجيبه غريبه ثانيه واللي هي تجينا من اليونان. يقول قايل اش عندها في اليونان؟ انا نقول لكم في اليونان عندهم قانون يمنع منعا باتا استعمال الالعاب الالكترونيه في الفضاءات العامه بالنسبه للكبار وحتى للصغار الا في الكازينوات والا اماكن مخصصه لهم باش يمارسوا فيهم اللعبه هذيا. وخطيهم فاطمه القانون اليوناني بغرامه ماليه توصل 10,000 اورو اللي يشدوه يلعب بالعاب الكترونيه حتى كل الالعاب اللي الصغار هذوك ما بي اس بي صغيره وكل الحكايات هذوك دونك ستريكتومون انترديه انك تلعب بالالعاب الالكترونيه في الفضاءات العامه. واذا مره خلصت الغرامه الماليه هي 10,000 اورو وعاودت شديت مره اخرى فانك تعرض نفسك لعقوبه سجنيه. يا لطيف صار مين ياسر في اليونان في خصوص الالعاب الالكترونيه. اخر عجيبه غريبه لليوم يا ودي انا حسيت بكم التوانسه اليوم عملت لكم عجيبه غريبه على تونيزيان في روسيا. في روسيا ايش عندهم؟ يقول قايل عندهم قانون زاد كيف كيف صارم جدا واللي هو ممنوع منعا باتا انك تقود سياره وتسوق سياره مسخه في تونس ما شاء الله تلمون تبدا مسخه الكهرباء اللي يكتبوا لك عليه اخسرني بجاه ربي ولا اخسرني سيبو بلاي اخسرني. القانون الروسي يمنع منعا يضحكوا البنات خاطر كرايبهم هكا ثلج لجيل ما شاء الله دونك عارفين قالك الكلام عليه كل معنى على جاري دونك القانون كي تمشي روسيا على الاخر يا روسيا يا فاطمه تمشي روسيا انكم تعرضوا انفسكم الى غرامه ماليه اول مره بكرهبنا الغرامه توصل 30 دولار اذا شدوك كرهبتك مسخه واذا عاود شدوك مره اخرى خاطرك تتقيد في السجل نتاعهم غاديك اذا عاودوا شدوك كرهبتك مسخه مره اخرى فانه العقوبه توصل الى سحب الرخصه نهائيا. يا دونك الجماعه اللي في روسيا ردوا بالكم ديما فهم يقول قايل حتى في الامارات يدور لي نفس الحكايه. الامارات مشيت الامارات تيا لا ما مشيتش انا مش واحكي لي دونك هكا نكون وصلت معاكم لنهايه عجيبه غريبه لليوم. نتقابلوا غدوه وغبغيك الجديده نتقابلوا في الانستا ستار. ميرسي صفصوفه سمحه. دونك نمشيو للغوسي ستايل. دونك اليوم قلت باش نحكي على لي لوك بور لي فام فوالي. دونك هوني اختارت لا سيليكسيون الاولى نتاع لي روب لي ماتيير ديما باش ناخذوا لي ماتيير اللي هما هكا بريونت شويه. عندنا اليوريكس مزيان سورتو لا كوب اللي فيها لي فولون وسنين نعرفوا لو ديتاي هذا معناتها من لي ديتاي توندونس ولا ان ديتاي فاق في لي كوليكسيون. لا كولور زاد محليها هكا في الغوز بودري واللمعه لارجونتي دونك حاجه مزيانه. سينو عندنا زاد الساتان، الساتان حلو اللي هو شويه الكولور سيلفر، عندنا زاد شويه الكولور ان دوغي مات مي لا بريونس سوكان خاطر يعطينا اون بريونس مزيانه، دونك لي روب هذوما حلوين سيرتو هكا كي تحط معاهم اون سانتور والفولار نتاعك، بيان سور تنسق ديما الفولار على حسب اللبسه اللي باش تلبسها معناتها لا روب، ديما نفضل انا الحقيقه لي فولار ديما يكونوا في الالوان الفاتحه مش الالوان الغامقه، اي سيرتو كي تبدا حاجه هكا دا سهريه دونك يعطينا شويه يفتح معناتها اكلا احلى من انك تلبس الفولار اون نوار ولا دي كولور هكا اسي سومبر. بيان سور لي اكسسوار تو باش نحكي لكم عليهم ان شاء الله في الحلقات الجايه. دونك هذه لا سيليكسيون الاولى نتاع لي روب. نتعداو لا سيليكسيون الثانيه واللي هي لي روب اون سوكان ولا هوني لو ديتاي انك تنجم تاخذ وتشري معناتها روب تبدا قصيره معناتها بالنسبه للفام فوالي اما تلبس تحتها ان بونتالون كيلك سوا معناتها يكون ان بونتالون ابانس اون نوار ولا ان ليغينغ معناتها هوني كيما انت شنو هما لي بونتالون اللي تحب تلبسهم ويعطينا ان لوك ياسر ستيلي وياسر مزيان ياسر كلاس معناتها وحاجه باهيه اللي هو بخاتيك على الاخر اللوك هذايا خاطر هوني مش كروبه طويله ولا تحس مرتاح وهكا ترندي سورتو للبنات اللي يبداو اعمارهم هكا صغار شويه دونك سي ان لوك ياسر حلو بوغ الغيفيون ولا اي الاحتفالات اللي عندكم هوني نتاع نهايه السنه. دونك عندنا ديزيسكاربان ياسر حلو تلبس معاهم ديزيسكاربان ولا سينو لي بوتين اي سورتو لي بوتين اللي يبدا الطالون نتاعهم فيهم ان ديتاي معناتها دي بيرل ولا ميتاليك ولا هكا دي ستراس اللي هما نعرفوهم زاد سي ان ديتاي اللي ياسر توندونس في الكوليكسيون نتاع لي شوسور السنه. هذايا زاد ان لوك حلو وخفيف ومزيان ويعطينا ان كوتي فيستيف.
بعدها والسيليكسيون اللي من بعدها واللي هو لل لل لي جوب لونغ اون سوكان هوني ان توتال لوك اون سوكان سوف كو تنجم تاخذ لا جوب والاو يبداو معناتها كيما في التصويره نشوفوا لا جوب تبدا شويه فيها ان ارجونتي ولا غري ولا روز ولا الاو يكون اون اوتر كولور معناتها ان نوار ولا معناتها ديما نخالفوا كي انا خديت اون كولور فاتحه من اللوطه تنجم الغامق ولا العكس بالعكس دونك حتى هذا لوك حلو اي سورتو كيفاش عامله التوربان هذيك هكا الفاسون نتاعها ياسر مزينه وتخي ستيلي سي ان لوك هكا نحسه ياسر ستايل ياسر فاشن معناتها بوغ لي فام فوالي حاجه مزينه دونك تنجم تكون ستيلي وفاشن وتلبس حاجات ياسر مزيانين هوني هي في التصويره فما لي بوت سي دي بوت تنجم دي بوتين تنجم دي سكاربان تنجم دي سندال زاده دونك عندك الشوا في اللوك هذا تنجم تلبس معاه برشا حاجات بالنسبه لي ديزاكسيسوار دونك نتعديو للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هما لي روب اون فيلور ونعرفوا الفيلور زاده من لي ماتيغ اللي هما ياسر دارجين معناتها في السيزون هذايا عندنا الفيلور اللي هو ليس ولا الفيلور اللي هو بليسي كيما لا روب اون روز بودري زاده مزيان وحلو دونك هوني لي مانش في الروب اللي هي اون موتارد نشوفوا لو ديتاي نتاع مانش بوفونت ديتاي نتاع دراباج او نيفو دو لا تاي الكول شوميني لي بورس دونك فما يا بوكو دو ديتاي لا كولور ياسر مزيانه دونك هذايا لوك زاده احلو ومزيان وبخاتيك ولا زاده حتى اللي البليسي معناتها هي سي اون روب دوات سوف اللي فيها لو ديتاي نتاع لا سانتور او نيفو دو لا تاي زاده حلو مع هكا فولار تبدا حاجه صبغ ومزيانه افيك دي تالون كي ما تلبسش برشا معناتها يبدا التالون نتاعهم قصير شويه ولا افيك دي سكاربان تالون او كان انت تلبس التالون زاده ما يقلقش نتعداو للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هما لي كومبينيزون دونك انا ديجا حكيت من الاول على لي كومبينيزون مي هوني نحب نحكي لي كومبينيزون بور لي فام فوالي اللي انك تنجم تاخذهم بالبنطلون يبدا اسي لارج اسي دوا لو ديتاي يبدا في لي مانش كيما لا فيرت هذيك فما لو ديتاي نتاع لي فولون ياسر حلو هوني الكروب ديال قصير شويه ولا العادي النوار مزيان على خاطر هي سي اون كومبينيزون والفوقاني فما ان جون معناتها دو فوالاج اون ديغي هكا اون جوب فيها ديفونت ولا معناتها فما ان ديتاي فما موفمون دونك هوني زاد لي كومبينيزون يظهروا لي من الحلول الحلوين ومن القطعات المزيانين ويعطيوك اليغونس بور لي فيت دونك هذايا كانت لا سيليكسيون بور لي فام فوالي ان شاء الله دونك ان شاء الله نكون عطيتكم فكره باهيه وان شاء الله زاد الحلقات الجايه باش تتابعوني باش نعطيكم لي زاكسيسوار معناتها اسباب ولي بيجو ولي ساك توا نتعداو الفقرة فطومة وعلاش مش في تونس؟ علاش مش في تونس سيدك بن سيدك اليوم حبيت نحكي على نظافة الشوارع والبلدان اللي المتقدمة والنظيفة واللي احنا نتمناو نكونوا كيفها. صحيح في تونس جت فترة وزينا شوارعنا ودهنا ونظفنا وجبنا وكركرنا، أما فترة وتعدات. علاش مش في تونس أنه ديما نقعدوا محافظين على نظافة مش حتى لازم شوارعنا، حتى قدام دارك، ريت قدام دارك تدهن والا تنظف والا تزين ولا تعيط لاولادك يعاونوك باش تخمل، دونك جارك اكيد باش يعاندك وباش تشوف الدنيا نظيفه باش تولي حومه كلها نظيفه، واكيد باش معناتها باش حتى كي تخرج للشارع ماكش باش تطيش في ما نعرفش انا في شوارع العباد الاخرين، وصغارك مش باش يعملوا هكاك تولي حكايه وعي. وماذا بينا زاده معناتها ما نقولش انا خدمه البلديه برك هي خدمه المواطنين الكل، اما زاده حتى المراقبه تكون على المواطنين وعلاش لا بالحق علاش لا ما توليش فما خطايا العبد اللي يطيش حاجة ولا اللي يرمي حاجة كيما تويكا في فرنسا باش يصير قانون في 2020 اللي يطيش البونتة متاع سيجارو الفاضلة متاع سيجارو في الشارع يتخطى 200 أورو دونك يظهر لي زادة التونسي بشوية هكا كتمسه في جيبه يولي ما عادش يعمل. الدليل على ذلك وقت اللي قلنا السانتور نتاع الكهرباء تلبسيش تاخذ تخطيه ب 60 دينار، العباد الكل حتى يهبط العطار بكرهبته وحط السانتور، دونك ما يسالش اذا كان الخطيه باش تخلينا ناس متحضره ما فيها باس، اوكي خطيونا باش احنا ما عادش نمسخوا قدام ديارنا وفي الشوارع الكبيره، دونك علاش مش في تونس شوارعنا كل تكون مزيانه ونعاود نعمل نداء انه شارع الحبيب بورقيبه يرجع شارع مفتوح للعباد الكل ويتنحوك الاسلاك هذيك مره اخرى نداء باش يكون هكا بدايه سنه ان شاء الله تكون مزيانه في تونس. نرجع بحذا للشيف فاطمه رجعنا احنا اكيد نرجع مع بعضنا باش نكملوا هل الكانلوني
المزيانين هذوما اليوم اختارت شيف فتحيه باش تعملهم بات نتاع بسكوي ماهوش بالبات نتاعهم الاصليه. قالت البات الاصليه نتاعهم تتقلى تو نجيبها نهار هكا خيره اقل قليا واقل زيوته. وتو الاخرى نشوفوها مع بعضنا فوالا ان شاء الله بالقوته الاخرى بالقوته مالك بندو قوته من عند مريح حويجه مزيان. هنيا نحل العجينه نتاعي هاي علو تقريب 2 ملي ونص 3 ملي ونجي نقعورها بكيس ولا باي حاجه في كبر هكايا حتى صحيفه حتى حاجه حتى صحيفه صغيره حتى كيس كبير حتى فنجال بابسط ما فما من الامكانيات فنجال بالما حتى برشا حاجات ينجموا يقعوروا راه الوغ ابسط ما عندنا من الامكانيات نجي ونقعروها هكا ومن بعد ناخذوا القنوطه هذه اللي قنطناها ونجي ناخذ شويه العجينه نتاعي نحطها الوجه اللي بالفرينه من برا وننزل عليها دوبليش هكا على الحرف باش تتلحم ونسكر عليها كيما تشوف هكا ونحط التسكيره من اللوطه. معناها باش وقت اللي تطيب تذوب الزبده نتاعها تلحمها فرد مره كيما تشوف هكا ننزل عليها دوبليش ونجي ونلهوث فوق القنوطه هذا تفكرك في الرولويت بتاع الشعر. وي خاصة انا قصتي طايحة على جبيني هذيك علاش فكرتك انا رولوات الشعر هذيك علاش انا فكرتك خاطر ريت شعرك هابط على جبينك ريتي ذكرتك نقنتوا عليها نقنتوا عليها كعبة الكندوني تزوز الكوشة سخنتها 200 مدة تقريب ربع ساعة أربعة دراج احنا وقوة النار نتاعنا تشوفوهم حتى يوليو دوغي بالقدا يوليو بيسكوي نحضروا لهم المعجون نتاعهم وشونتي ونعبيوهم بعد لا يطيبوا ويبردوا ويشدوا بقعتهم. يعطيك الصحة شيف دونك هذه الدبارة نتاع اليوم فيما يخص الحلو حويجة سهلة برشا وبسيطة كما شفنا الماتريال الإمكانيات غالية ياسر دونك حاجات في متناول الناس الكل تنجم تعمل حلو دياري نظيف لكم ولصغيراتكم. احنا مع الحلو هذايا عندنا الأطباق المالحة اللي اختارتها وقتنا فاتن الزيت سخون برشا ظهر لي. دونك باش نعملوا ترت ماش قلنا ايوه اللي هي شوربه فيها ميني بريك صغرونات نشوفوا كيفاش حضرناهم نعاودوا نذكروا البات نتاعنا اخترنا فارينا سبيسيال جاتو من عند ورده مع شويه كريم فريش ليكيد وعجناها ليل ولات عندنا عجينه متماسكه هكا كيف ما تشوفوا ماهيش كاسحه برشا برشا ماهيش رخوه متوسطه كيما عجينه البناضج اللي نعملوها دياري بناضج عجين اخرى فيها اللي بالسميد والبيه وفيها دونك هذه واحده منهم هذه العجينه نتاع التورت ماش نحطوا في وسطها اللحم مفروم قلنا ناخذوا نحلوا البات نقصوها باللي تحبوا حتى بكاس نتاع تي ولا كاس نتاع فنجان نتاع قهوه ندهنوها بالابيض العظمه باش ما تتحلش كي نقليوها ناخذوا شويه من الفاخس ونعملوا لها هكا في قلب البات نتاع وننزلوا ونجبدوا هكا على الحرف ننزلوا ونجبدوا هكا على الحرف ومن بعد هكا بالطريقه هذه ومن بعد نجي ونثني هكا واللي يحب يثني واللي ما يحبش يثني نجم يعاود يقص بكل مشرفة فتحية فرحة فيهم هذوما فتحية قرطيس تقرطس مليح وفاطمة تكعبر مليح كل واحد واختصاصه احنا في الاستوديو هاكا قدام انت جبت فتحية برا نجرب لك قرطاسة صغيرة فاطمة باش نعملوا شيء كعبر هايكا نوريكم الطريقة هايكا تنزل وتثني تنزل وتثني تنزل هكايا وتثني يعني سلكتها حتى وهي بالابيض العظمة الله يعطيك الصحة اخضر 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 هاي هاي دونك هذوما نقليوهم هذوما هما نقليوهم ننزلوا على الحرف هكايا بالقدا ويتقدموا سخان مع الشربة ويتقدموا سخان مع الشربة نجيو في الحرف ونثنيو هكا هكا هذا هكاها ونقليوهم ومن بعد نقدموهم مع الشربة يعطيك الصحة اختنا فاتن دونك هذوما البريكات الصغرونات اللي هما اصل تسميه التورت ماش الشوربه هذيا دونك يمكن اصلها طلياني دونك تو نرجعوا تركي زعما مخلط سيسيليان دونك هذيا الشوربه نتاعنا اللي هي قلنا كيما البرودو احنا خذينا بطاطا مع سفناريه مع شويه كلافس مع شويه بصل خليناهم في شويه زبده وزيت زيتونه من عند الزيان فوحناهم ملح وفلفل اكحل وشويه كركم خليناهم يغليوا معاهم عرشه كبيره نتاع كلافس من بعد مع طريفه اللحم بيان سور العلوش من بعد ما يطيبوا هذوما باش نقدموهم مع البريكات المقليين هذوما في الصحيفه اللي طيبنا الحشو نتاع البريك كيما حشو البريك وحشي وحطينا تريفات صغار ونثنيو هكايا
ونقدموهم. يعطيك الصحة، مشكورة اختنا فاتن، مشكورين انتم زاد السادة المشاهدين ما زلتوا تتابعوا فينا في برنامج الماتينال مع فاطمة وضيافها. ميرسي لي شيف. الوغ تويكا نحكيو ثقافه، نحكيو مسرح بالذات، هذاك علاش معنا الممثله المسرحيه منى بالحاج زكري. صباح الخير منى. صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم باش نعملوا برومو ولا نعرفوا بمسرحيه شدني لا. شدوني لا. شدوني لا. شدني لا هذه قلت انا لصفي. هذه شدوني لا. اما قبل منى كنت حب نحب نتعرفوا عليك منى بالحاجه زكري. انت كانت عندك تجربه مع سونيا برقع عيونه، كيف كيف زرقع عيونه صحيتك، ورجاء بن عمار. دونك نحب نعرف نتعرف عليك، معناها من وقتاش تعمل مسرح؟ اسكو ديريكت مشيت تمثيل ولا عملت قبل اخراج قبل ولا شنو؟ الاخراج لي اما قبل كنت استاذه نتاع فرنسيه، معناتها قريت ليتيراتور فرونسيز في البريبا اللي في جورجاني، ومن بعد في منوبه، ومن بعد عديت كابيز، ومن بعد قريت في قبلات وتبربه قبل، ومن بعد قبلات، ومن بعد ديميسيونيت ورجعت نقرا في مدرسه الممثل اللي هي تابعه للمسرح الوطني التونسي اداره فاضل الجعايبي، وكانوا الاساتذه نتاعي اونتر اوتر فاضل الجعايبي، جليله بكار، رجاء بن عمار الله يرحمها، ايمان سماوي، سلوى بن صالح، إقبال زليلة قارين أناليز دو فيلم، وزيدة قراتنا عالية سلامي مع سلوى بن صالح لافوا، وقيس رستم بودي ريتم اسمها. دونك احنا كنا أنا واللي قراوا معايا أول بروموسيون تاع مدرسة الممثل، بعد التتواصل الفورماسيون تاعنا كل عام ديجا العام الأول براتيك وتيوريك، اما تتعلم العام الثاني تتعلم وانت تفعل، معناتها تمثل ديجا ولا تمثل تو براتيك اكزاكتومون. دونك وقتها التجربه كانت مع سونيا زرق عيونه في مسرحيه اسمها بيز، اللي هي اون ادابتاسيون تاع مسرحيه ساره كين، اون اوتور انجليز، عملنا ادابتاسيون تاع النص اسمه كريف مانك بالفرنسي، وسميناها بيز ثلاثه نقاط. التجربه الثانيه كانت مع رجاء بن عمار، وقتها تمثيل الله يرحمها، مسرحية اسمها نافذة على ثلاثة نقاط. بعد خرجت من المسرح الوطني، خاطر هذيك التجربة متاع بيس ونافذة عليه كنت تتسمى لا تروب دو جون تياترو ناسيونال، اللي هي كل مرة تتبدل حسب الأعوام معناتها. بعد التجربة متاع جون تياترو ناسيونال رجعت نقري أما مسرح للصغار بوندون عام كامل في فضاءات مختلفة. والعام اللي من بعده آسيا جعابي اقترحت عليا اني نمثل في مدام ام، اللي قبلت فرحت لي. ما غير ثلاثة نقاط مدام ام. مدام ام ما غير ثلاثة نقاط سلكني ها. اما شدوني لا ثلاثة نقاط. عندك حكاية مع ثلاثة نقاط موجودة. دونك باش نشوف البنات شو يحبوا يسألوك. بونجور منى، مرحبا بك في الماتينال. هوني باش تحكي لنا على شدوني لا، دونك باش تحكي لنا شوية على المسرحية هذي، على شنو معناتها تحكي سورتو لافيش هكا انا ظهرت لي هكا بيزاغ شوية معناتها الوجوه نتاعها. قبل ما معناتها أول حاجة نحب نقولها هي فكرة لمجد مستورة وآسيا جعايبي، تمثيل طليل أيوب، معين مومني، ومنى بالحاج زكري. والحكاية إنه باش تحكي على دورك كممثل، كممثلة كيفاش ترى التمثيل، كيفاش ترى دورك في محيطك، في العمل وأنت تخدم، في علاقتك مع الجسد نتاعك كممثل، كممثلة. وهذه هي معناتها نقطة الانطلاق، أنت كممثل ممثلة كيفاش ترى هالمهنة هذية اللي باش تحاول تعرف بها في إطار مسرحية للجمهور، معناتها كأنك تدخل في كواليس، مش فريمون كأنك تدخل في كواليس المسرح. هاو كيف معناتها من غير ما نخلي الناس باش يمشوا يتفرجوا. صف صف. كنت لوجه راني قاعده على فيش بتاع مدام ام، خاطر ظهر لي فيها ثلاثة نقاط. كيف كيف؟ فيها فيها ثلاثة نقاط. مدام ام لا. لا ما فيهاش. ما فيهاش. تعجب يظهر لي فيها. لا لا ما فيهاش. نأكد لك اللي ما فيهاش. نقطة. لهنا حبيت نسألك على آسيا جعايبي، هذايا ثاني تعامل معاها في مسرحية، ما تراش اللي زوز مسرحيات متزامنين، الزوز يلعبوا في نفس يعني في نفس العام. كيفاش باش تكون هو شو اللي مش فيهم؟ مدام ام تلعبتها قاعده تدور
اي طبعا سامحني قصيت عليك. فوالا والمسرحيه هذه جديده تشدني لي فوالا شدوني لي ثلاثه نقاط شدوني لي ثلاثه نقاط تلعب زاد كيف كيف كيفاش باش يكون الخدمه مع نفس الفريق ونفس المخرج فوالا وشخصيات مختلفه كيفاش باش تكون هكا ما بيناتش؟ هو الساعه مدام ام مش نخلقوا العام في 25 جانفي دونك فما فتره التدريب تمارين معناتها البرايف وفما فتره العروض كي معناتها فتره التمارين والبرايف وفات في قبل 25 جانفي اللي هو كان اول عرض لينا ما شدوني لا اللي كانت اسمها قبل شدوني لا نشتح عليكم اللي عملناها في اطار مهرجان تاع الايام الكوريغرافيه في جوان جويلي دونك ما بين البرايف نتاع مدام ام والبرايف الاولانيين نتاع شدوني لا تعداو خمسه اشهر معناتها هاي هو حاب نفسر لك دونك التوزيع ماهوش كيما ودورك كممثل نجم معناتها تنجم في خارج تونس مثلا فما مره تفرجت على ان روبورتاج في التلفزه ممثل يمثل مسرحيه تاع بعد يجري باش يمثل مسرحيه واحده اخرى فرد نهار مش فرد عام دونك هذيك هو خدمتنا ان نتعداو من دور لدور ميم سي صعيب نتصور معناتها الراجل هذا كيفاش عمل انا قعدت باهت امانه اسهل لي خاطر وخاصة انه شدوني ليه هي حكايتي انا حكاية طالال ايوب حكاية معين مومني حكاية اسيا جعايبي حكاية مجد مستورة معناتها تو انكارن حكايتك معناتها ما تطلبش من ماهوش دور كيما تقول انت انت بيدك ديجا انت بيدك اما لازم اي لا سي لا ديفيكولتي اون بلوس معناتها كيفاش تمثل دورك معناتها منى بالحاج ذكري هذا ثاني تعامل ولا قداش مع اسيا جعايبي؟ هو ثاني تعامل بروفيسيونيل وكي كنت نقرا في مدرسه الممثل في اخر العام عملنا تجربه مع اسيا القسم كامل معناتها لا بروموسيون كامله ان بروجي ياسر مزيان اسمه تونيس سور لو ديفان اللي هو معناتها ما بين الواقع والفيكسيون والكلون شنو تستنى دونك كانت تجربه ياسر ضحك بالنسبه ليا ضحك وانتريسونت اي دونك صارت في الحلفاوين في بلاس حلفاوين قعدنا هكا كيما كاني بلاتو تيلي مشيت حضرت فيه ديجا ولا ملحكي دونك كيفاش معناتها تعاملتوا مع العباد اللي هما تفرجوا فيكم وانتم ديجا قاعدين مع بعضكم وعملتوش ديجا حتى في متحف كارتاج هذول زاد كان فما حاجه هكا متحف كارتاج مش تابع متحف كارتاج الشعايبي عمل حاجه زاد في متحف كارتاج كانت كيفاش يجيو معطلينا يعملوا هكا معناتها يمثلوا وين الاثار وفما معلمين فرد وقتي اتولي ديجا مسرحيه اتولي تونيس سور لو ديفان المراحل كنت نحبوا نحكي لكم من الاول تلمينا حكيت لنا ايسي على المشروع هي وطفله واحده اخرى نسيت اسمها كان في رمضان في رمضان ومن بعد عندنا كيستيونير اسئله ونمشي وندوروا في وسط في وسط تونس العاصمه في برشا نقاط في تونس نسالوهم كان جات تونس نبته كان جات تونس لون كان جات تونس غنيه كان جات ويصير تفاعل يبداو قاعدين على الديشيز لونغ ونسالوهم اكل ماتيغ هذيك الكل عملنا بها البيرفورمانس اللي انت شفتها دونك كان في تلفزه وفما سيونتيفيك دي سيونتيفيك يحكيو لنا على البسيكولوجي نتاع تونس افيك دي بوان دو في تري ديفيرون السوسيول هذه كانت بدايتك مع التعامل مع اسيا وبعدين اللي توا في الزوز مسرحيات هذا كيفاش معناتها تشوفها نعرفش التعامل هذا كيفاش تقعدوا زعما انتم جروب تكملوا مع بعضكم والا كيفاه هو سي لو برانسيب نتاع المسرح معناتها انه الناس كل مع بعضهم معناتها انك ماذا بيك تخلق مجموعة كما يقولوا كومباني بالفرنسي معناتها ولا في السينما معناتها بون ما نعرفش السينما برشا اما معناتها باش نرجع لبداية المسرح في تونس المسرح توكور معناتها الاغريق كانوا عندك الممثلين باللي ماسك وعندك لو كور لو كور جوقه وما فماش اللي معناتها ورا المسرح فما الجمهور قدام كيفاش تطور المسرح لو كور اللي هو كان الجوقه
ولا في الريجي اللي يعطيك الضوء. تتذكر باستيان في الضوء و اسيستون على ميزان سين محمد ودرني. باهي باش ما نظلمهمش. باهي منى الحاج زكريا تعطينا وقتاش باش يكون العرض نتاع المسرحيه باش تعرف باش تتفرجوا وين؟ 30-31 جانفي و 1 فيفري في مسرح الحمراء. ونشكر هوني الحمراء خاطر سي ان ايكيب ياسر مزيانه اللي ياسر غادي برفنا وي نو زون اكويي دو مانيير فريمون معناتها فرحوا بينا بالكدا. سيرين قانون، ريم حمروني، مراد لو ريجيسور، عزيز الكوردينيتور. علاش مش في كاتريام ماغ معناها وين في العاده؟ خاطر محليه الاسباس. الاسباس حاجتكم بيه انتوما. اوكي. تو كي تجيو تتفرجوا تفهموا علاش الاسباس زاد يعطي يخدم المسرحيه. يخدم المسرحيه. بالضبط. لو 30 جانفي لو 31 جانفي اي لو 1 فيفري ان شاء الله باش تكون في الحمراء. في الحمراء. السبعه نتاع العشيه. السبعه نتاع العشيه. ميرسي بوكو منى الحاج زكري. ممثلة مسرحية ما تنساوش تمشيو نهار 30 ونهار 31 جانفي ونهار 1 فيفري للحمرة باش تتفرجوا مسرحية شدوني لا. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.